المحاصرة، قصف عنيف على أحياء حمص المحاصرة من قبل قوات النظام السوري أثناء دخول فريق الأمم المتحدة إلى الأحياء المحاصرة لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية. قصف عنيف يستهدف الأحياء المحاصرة في مدينة حمص عند دخول وفد الأمم المتحدة إلى داخل الأحياء المحاصرة. 2014، قصف عنيف جدا بقذائف الهاون على أحياء حمص المحاصرة. 2 سيارات الإغاثي إلى داخل أحياء حمص المحاصرة. بالتزامن مع القصف العنيف من قبل قوات النظام السوري على الأحياء المحاصرة. قصف عنيف يستهدف الأحياء المحاصرة بالتزامن مع دخول فريق الأمم المتحدة وسيارات إغاثة إلى داخل أحياء حمص المحاصرة.